أهلا، المأكولات البحرية بطرق جديدة ومختلفة. والفراخ، فراخ مأكولات بحرية زي وفراخ الفراخ اللي طالعة من البحر جايز تكون أرخص شوية. احتمال احتمال احتمال. ازاي؟ كله كويس. وبعدين السمك، ايه الحاجة المشتركة بين، أسألك بقى الأسئلة بتاعت يوسف، ايه الحاجة المشتركة بين السمك والفراخ؟ عندهم عينتين لا حاجة تانية. بيبيضوا. ايوه صح، بس مش كل سمك بيبيض، في سمك بيخلف، يعني الثدييات. الثدييات الامفيبيانز. لا ماملز. ماملز. امال الامفيبيانز الضفادع؟ الزواحف. الضفادع الضفادع الزلاحف. لا استني، من الامفيبيانز دولت برضو اللي بيعيشوا. الامفيبيانز اللي هم بيتولدوا في الميه وبعد كده يطلعوا على البر، زي الضفدع. ما الضفدع بتولد في الميه او بتبيض، مش عارف بتعمل حاجه في احنا امفيبيانز. ايه انت بتقوله ده؟ ايوه، ما احنا بنبقى جوه في بنبقى عايشين في ميه، نتنفس ازاي؟ صحيح. لا طب بيبحثي فيها. ايوه صح، ايوه دي واحده. احنا صح، مش واحنا جنين بنبقى جوه في ميه؟ ايه بس احنا بنرضع، احنا ثدييات يا بنتي اصبري. انا بتكلم، لا ما هو الامفيبيانز كده اللي هم في الاول بيبقوا بيتنفسوا زي الخياشيم، وبعد كده بيتنفسوا ما بيتولدوا هوا. فاحنا واحنا في بطن مامهاتنا، انت كنت بتتنفسي ازاي؟ مش كنت في ميه؟ اي كان بيجي لي اكسجين في الدم. لا نو، كنا امفيبيان، مناخيرنا كانت زي الخياشيم. انا بفتي ولا ايه؟ انا احسن احنا اتنين عايزين بنفتي اصلا، محشينا بقى معاك. هنبحث ونقول لكم. بس اللوجيك بيقول كده، احنا كنا في سائل الميه ده، وبعدين لما اتولدنا بقينا بنتنفس هوا. احنا جوه مفيش هوا جوه. انت عارف انا فعلا مؤمنه ان المفروض عمر الانسان يتحسب من ساعه الكونسبشن. أيوة. مش أيوة. من ساعه الولاده. ما انت اتزودتي بقى 9 شهور على عمر، وممكن 10 شهور وممكن 7 شهور. انت بنت 7؟ لا انا بنت 9. يعني انا كده عندي 51. لا طيب، بهذه المناسبة بقى، باب الامفيبيانز بشر. يا ام علي السمك بولش. بولش سمك البولش جميل، وده معاه رز. رز الرز ريحته تجنن بصراحة. وايه بقى البتاع ده؟ ده صنف المقبلات، عبارة عن كفتة بس هي يعني باردة، يعني مش بتتاكل باردة. حلو مع سلطة كده هتبقى لذيذة. اوكي، عايز تبتدي بسمك؟ يس يلا انا جاهز. مقادير، مقادير السمك عندنا سمكتين بولتي بس نلاقيهم كده كبار، بس معمولهم فيليه، ومعلقتين كبار عصير ليمون وملح وفلفل، واربع يعني شرايح عيش فينو بايت، وعندنا معلقتين كبار بقدونس فوم ناعم، ومعلقتين صغيرين بشر قش ليمون، ومعلقه كبيره توم باودر، ونص كوبايه دقيق، ونص كوبايه دقيق ذره، ونص كوبايه نشا، وبيضه، وربع كوبايه لبن، وهنقلي في زيت غزير. الله الله الله. بص يا سيدي الفاضل، انا بسيط اهو. الفكره الرئيسيه في هذا الطبق هو ان السمك المقلي مقرمش. علشان نتوصل لهذه القرمشه هنعمل طبقه خارجيه مفتكسه شويه. يلا. مكونه من الاتي، طبعا انا هستعين بيك عشان انت بتعرف تكلم المكن، فهتكلم لنا الكبه. في الكبه هنحط العيش، يعني يفضل انا قلت عيش بايت، واخد بالك انت؟ العيش انا مقطعاه مكعبات، ولو مسكت المكعب كده هو ايه؟ ناشف. فهنحطه في الكبه. اكنه محمص. ايوه بالظبط. ومعاه؟ وهنحط بقى التوابل والبهارات في العجينه بقى نفسها. بس ايه عايزه اقول لك، مش هتعمل كده بشكل مستمر، هتعمل بشكل متقطع. ايوه كده. بس عايزاه مجروش مش ناعم قوي. ايوه بالظبط. بالظبط. كفايه؟ بصي بتاع وريني كده الشكل بصراحه. بصي لا. لا لسه شويه. تعالي. هي اللي كمية كبيرة على ال، لا أنا اللي بقطع. أهو. I think that's fine. معقول. أحطه لك فين؟ خليه لو سمحت.
اشكرك. عايز اكتر من كده؟ شايفين حاجات؟ لا انا كده كويس بالنسبه لي، عايزين حتت كده عشان تعمل قراميش. انا شايف كده برضه. وبعدين في الخلاط هنضرب الاتش. استني بقى عشان الدنيا اتعقدت. حاضر استنى. شوف دخلت في بعض. ايه ده؟ الرخامه انا بوصل البتاع. ابدا ولا هي خالص يا استاذ شريف. حالا هناخد بالنا من هذا الموضوع. دايما لما باجي اقوم بروح عليك. يلا اهو ادي الخلاط الحلو بتاعنا. ايوه. هنحط ايه بقى؟ في الخلاط هنحط النشا كلها؟ نشا ونشا الذره. ونشا الذره؟ ايه دي ذره صح؟ دي ذره. نشا ودي ذره. والبيضه. البيضه. واللبن. كله؟ وتوم باودر. بشر قشر الليمون. بشر قشر الليمون. والبقدونس. ايه التتبيله العظيمه دي؟ ميرسي. لا 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 على حاجه عنش. اوه الله عندك. ايه ده اكيد هتعمل طعم. هنحط شويه ملح وفلفل. استني بس نخلط دول الاول. ماشي. عايزه ايه؟ ملح وفلفل؟ نحط شويه. يلا نحط كده ملح وفلفل. ادي الملح. ما تحطيلهاش زيت؟ ادي الفلفل. لا دي هتتقلي. اه. الحته هتجنن. اوكي. اصبها لك في ال ايوه. ايوه انا مدرس جديد. ايوه. دي التتبيله بتاعتنا. بالظبط. ريحتها هايله. ميرسي. وانا زيك ما بحبش احط توم مع السمك، فحطيت توم باودر عشان طعمه يعني اخف شويه. اوكي انا موافق. وهنجيب السمك نفسه. طبعا يفضل واحنا بنختار السمك البولتي بتاعنا نجيب سمك يكون حجمه كبير شويه بحيث يطلع لنا فيليه سميك شويه، او ممكن نجيب سمك فيليه عادي مش لازم بولتي يعني في الحقيقه. هو البولتي ارخص. وبعدين هنحط عليه ملح وفلفل والبعض من عصير الليمون هكذا. نرش رشة خفيفة، ما نحطش كتير علشان عصير الليمون طبعا بيسوي السمك. وبعدين دايما دايما لما نعمل اي حاجة باني بيبقى عندنا ايد رطبة وايد جافة، يعني ايد الحاجات السائلة شوية او عشان ما نعجنش. ايوه عشان ما نعملش صوابعنا باني. فانا ايدي دي اللي بمسك بيها السمك هي ايدي اللي فيها الحاجات الرطبه. فبعد ما تبلت الفيليهات كلهم من الجهتين زي ما حضراتكم شايفين بنفس الايد دي هروح حطاها في الدقيق وهسيبها. هجيب ايدي الثانيه اعفرها بالدقيق ودي هتبقى ايدي بتاعه الحاجات الجافه. نعملها كده كويس في الدقيق برده من كل الجوانب، واي دقيق زياده لازم ننفضه من عليها. ليه؟ عشان ما تعملش كلاكيع مش لذيذه. يعني وظيفه الدقيق هنا مش ان هو يقرمش، وظيفه الدقيق هنا ان هو يخلي الخليط اللذيذ بتاعنا ده يمسك على السمكايه. خلاص انا بايدي الجافه دي حطيتها هنا هشيلها بقى وهرجع تاني بايدي الرطبه اعمل كده اهو. ونروح جايبين السمكايه برضو منزلين الزياده علشان بقى الطبقة الخارجية ما تتزحلقش من على السمكة. احنا بس عايزين ايه؟ تغطيها كده بكوتنج خفيف. وبعدين هنيجي هنا ننزل في البقسماط الخشن اللي احنا عاملينه ونغطيها بإيدنا الجافة كده اهو كده اهو كده اهو. وطبعا الزيت نكون مسخنينه. الزيت لو مش سخن الطبقة دي هتفك من على السمك. هو سخن جدا. وكمان هيشرب زيت مش هتبقى احسن حاجه. اما لو زيت سخن زياده عن اللزوم. زيت سخن زياده عن اللزوم. اه طب ممكن نرفعها من النار. انا وطيت شلته. علشان ماذا والا من بره هتلون ومن جوه هتكون لسه ما استوتش. بس على العموم اي حاجه ما فيهاش عظم يعني اي حاجه معموله فيليه ما نقلقش يعني. اه المفروض تحط في الثلاجه شويه بس اتس اوكي. يعني اه في عالم مثالي هنسيبها مثلا بتاع ربع ساعه نص ساعه في الثلاجه. اعمل لنا واحده ثانيه كمان. حالا بايدي الرطبه هشيل دي واحطها في الدقيق. بعدين بايدي الجافه هعفرها كويس بالدقيق.
هكذا. وبعدين هنفض الزيادة من عليها هكذا. وبعدين هاخدها بايدي دي احطها في الخليط بتاعنا بتاع التتبيل. وبعدين هرجع بايدي تاني الايه الرطبة بتاعت السوائل اغطيها كويس. وبعدين تاني انزل كل الزيادة. احنا عايزين طبقة خفيفة علشان البقسماط ما يتزحلقش من على السمك. ننزل الزيادة وبعدين ننزل في البقسماط الخشن اللي احنا عاملينه. ونيجي بإيدنا الجافة نغطيها كويس بالبقسماط من جميع الجهات يمين وشمال وفوق وتحت كل حاجة. ماشي احكي لنا كده بقى كده ده عملناه وهنقدمها مع الرز. هو الرز هنعمله بقى بعد الفاصل. اهي فيري نايس ثانك يو. بعد الفاصل هنعمل ايه؟ بعد الفاصل هنعمل الرز بالشبت والليمون وهنعمل الكفته الارميني بالبطاطس والبرغل. انا بحب اهل ارمينيا قوي طيبين جدا لطيفه جدا ولذاذ وعلى طول بيضحكوا فعلا رغم اللي حصل لهم اللي حصل فيهم حصل فيهم بلاوي. طيب كده عملنا اول طبق. حسام ايوه هتسمعنا ايه؟ رح نكمل الاوصاف. الله نسمع جزء من كامل الاوصاف بعد كده ناخد فاصل بعد الفاصل نرجع لكم مع منى الصباح خليكم عنا لو سمحتوا. الله
برافو برافو. يا سلام يا آن الأوان يا أولاد نعمل رز. أصعب حاجة في الأكل وأصعب حاجة في الطبيخ أيوه هي الرز. الناس بتقول ده رز يعني. لا 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 أصعب حاجة في الدنيا. أيوه أنا قعدت كتير على فكرة عبال ما أعمل رز حلو ومفلفل مش معجن. عارفة عيستا؟ آه أحسن واحدة في العالم تعمل رز بشعريه. واو. ورز هي يعني معانا في البيت من العيله بتاعتنا الحلوه. احلى رز بالشعريه واحلى رز سمك هي. واو. يعني محتاج حرف رز بسمك بالزيت. فظيع وريحته بتقلب الدنيا. واو. سلم لي عليها كتير. دلوقتي هتقعد تتبسط قوي ما تلاقيني بقول اسمها بعد. استاذ شريف انا اسمي في التلفزيون. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الرز. اهو. رز بالشبت. المقادير عندنا كوبايتين رز بسمتي، نص ربطة شبت مفروم، معلقتين كبار بشر قش ليمون، ومعلقة كبيرة عصير ليمون، ومعلقتين كبار زبدة، ومعلقتين صغيرين ملح. انظر يا سيدي الفضل. المخرج بيدلعني. في حالة رز طبعا احنا هنعتبر ان دي حلة، بس هي مش حلة، بس احنا ايه هنعتبرها حلة عشان تشوفوها بس الحلة بتبقى غويطة بالظبط. هنحط الزبدة وهنشوح فيها الرز. من عوامل الرز المفلفل هو ان احنا نسخن الرز. هو البسمتي ده رز بيتزرع ولا ده صناعي؟ ايه السؤال الغريب ده؟ غبي قوي صح؟ انت مش بتسال بجد صح؟ لا انا بسال بجد. الرز البسمتي ده صناعي ولا حقيقي؟ لا طبعا حقيقي طبعا. ما تقوليش لحد. ماشي طيب حاضر. يعني بيطلع كده زرع بسمتي؟ ايوه والله ده وفي منه انواع كتير. بس ده مش مصري. ما اظنش انه بيتزرع في مصر. هندي؟ هندي وتايلاندي وباكستان. الناحيه الثانيه. البلاد دي كلها بتنتج رز كتير. ماشي هنشوح الرز في الزبده. طبعا موضوع تشويح الرز في الماده الدهنيه ده مش بس مقتصر على الرز البسمتي، اي رز يعني لما نشوحه الاول كده في زبده او زيت او ايا كان بيخليه فلفل. دي يعني معلومه تنطبق على جميع انواع الرز، بس يعني في المجمل الرز المصري اسهل ان هو يعجن من البسمتي لان هو فيه نشا كتير. رز البسمتي نشا بتاعه قليل، ولذلك بقى الناس اللي بيعملوا ريجيم ومش عارف كلام فاضي كده بيقول لك تاكل رز بسمتي عشان في كلام فاضي كده. احنا ما لناش ريجيم كلنا مع بعض. ممكن اقول حاجه؟ اه طبعا. قرار اصدرته على استر يا رب على صفحه السوشيال ميديا بتاعتي اللي هي شريف مذكور اللي هي بالانجلش وبالعربي، اني اكتشفت ان في بعض ما يطلقون على انفسهم بالرجال بيخشوا يشوفوا السيدات المعلقين ويروحوا باعتين لهم على الخاص. فطبعا هي ما بتردش او بيروح في القدر. فيروح بكل بجاحه يقول لها ايه، انا بعت لك على الخاص ردي عليا. انا اسكت. مش حاسس ان هو مهزأ؟ طيب فانا اروح انا افتكرته في الاول ايه قرايب. قلت له هو رحت بعت لها هو على كل ده على الناس شايفاها. يا سلام. هو يعرف حضرتك استاذه عبير اسمها. قالت لي ما اعرفوش. فانا قلت له انت بتبعت لها ليه وانت ما بتعرفهاش؟ على الول برضه. قال لي وانت مالك؟ لا هو مالي انت مبدئي يعني انت دخلت طبعا في السكه الغلط خالص. فاحنا قررنا ان احنا اي واحد هيخش ده بالنسبه لي متحرش هيخش يضايق واحده ويبعت لها على الخاص هتروح بعتالي اللي هو بعته لها هنروح حاطينه على الصفحه ونكتب متحرش مع لينك بروفايل. تحفه. ايه رايك؟ هايل. هنجرفك. خلاص؟ كل واحد كده يحترم نفسه وفي طبعا هو اللي بعت لها ده طبعا عامل بروفايل فيك يعني اي كلام. طبعا. وحاطط بقى فيه بقى ادعيه بقى وحاجات بقى عشان ايه بقى؟ هي اول ما اي واحده هتشوف الكلام ده هتقول لك اه يا واد يا مؤمن. فاهم ازاي؟ فحضرتك اصلا انت طبعا شخص جبان فداخل باسم مش اسمك وداخل حاطط صوره الدعاء مش عارف ايه وحاجات زي كده. فمش مشكله برضو ممكن على فكره لو عملنا بلاغ هنجيبك سهل جدا بالذات بقى للصفحات الموثقه والحاجات دي سهل قوي ان احنا ايه يعني نتعامل معاك قانونا كله بالقانون. فمره تانية كده تنويه بلاش تعمل نفسك حدق وفتك وتخش تكلم واحده
وتبعت لها علشان هنجرس حضرتك. شكرا. انا بحس الناس مش فاهمه ايه التحرش. هما حاسين التحرش انك تروح يعني فيزيكلي تتحرش بانسان، لا هو انك تفرض نفسك عليه وهو مش عايزك وتقعد تضايقه بطريقه مش عاجباه ايا كانت بقى الطريقه. فعلا الناس عندها لبس في المفاهيم في الحته دي. لازم كل برضو الستات اللي بيتعامل معاها كده، زي ما انا مثلا حد بيبعت لي شتيمه او حاجه بايخه بروح حاططها على الناس بتخش تظبطه، فاهمه؟ ايه تعملوا كده ما تخافوش، ما حد يبعت لكم حاجه زي كده حطوه على الوول مع لينك البروفايل، الناس هتخش تعمل الواجب. صح. بص هو في ناس مش بيخافوا بس يعني بيرتبكوا. لا 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 بقول لك ايه، بصي بقى بيخافوا جدا. اسمعيني. لا اصل انا كده، انا لما بيحصل لي حاجه انت بتخافي؟ مش بخاف بفريز. هو ايه اللي بيحصل؟ لا 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 ما تخافوش. برضه ما تخافوش. انت بتعملي ايه؟ بقالك ساعه بتقلبي البتاع ده. بقلب في الرز. واخد بالك بص اصلا لونه عامل ازاي؟ اصفر ابيض كده. ميه ده ولا اصفر ولا ابيض؟ لا هو كان زي شفاف بقى اوباك. شفاف اوباك ده كله. ايه اوباك يعني مش ترانسلوسنت يعني شف يعني بقى ابيض مش شفاف. ايوه مش هو كان ابيض بقى اصفر، انا شايف كده. هو طبعا اصفر شويه من الزبده بس اللي انا عايزه اشاور عليه يعني. ما تحطيش عليه ميه؟ لسه ولا اي حاجه خالص. وده بس من التقليب والتسخين. بعدين هنحط عليه بقى ملح. طبعا كل كوبايه رز تاخد معلقه ملح صغيره زي ما كلنا عارفين. وبعدين هنحط عليه المقدار الميه. ممكن من فضلك دايما يا جماعه لو بنجيب من عند العطار يبقى نسال العطار، لو بنجيب في علبه نقرا على العلبه مقدار الميه للرز البسمتي، لان في رز بسمتي بياخد واحد رز لواحد ونص ميه، في بياخد واحد لاثنين، في بياخد واحد لثلاثه، فلازم ضروري نعرف المقدار. تقلي عايز ميه. عايز ميه كده. شكرا شكرا. بس وتوطي عليه بقى ونغطي ونوطي. نغطي ونوطي. لو حد عنده الغطا الحله بتاعته عامل زي الغطا ده كده في خرم تسده الخرم. ليه بقى؟ الرز هتلاقوا الرز بيستوي من بره ومن جوه لسه محصحص، تروح مزودين ميه فيعجن وبرده ما يستويش. ليه؟ لان نسبه الميه للرز اتغيرت لان الميه بتتبخر من الخرم. هنعمل ايه؟ هنجيب منديل كده اهو ونبرمه من فوق من الطرف ونروح سدين وندفسه. ايوه ماشي كده قفلناها. قفلناها. شكلها عجيب بس اتس فاين. لا وبجد وبجد هتحل المشكله، في ناس كتير جدا بيبقى حلها البسيط خالص. اعمل احطه على النار؟ هنحطه على النار واطي خالص عشان هنرجع له تاني بعد ما نخلص الكفته. بعد ما مقادير الكفته يا اولاد. يلا. كل ايتي عندنا كوبايه بطاطس مسلوقه ومهروسه، وعندنا كوبايه برغل ناعم، وبصلايه صغيره مبشوره، وعندنا نص ربطه بقدونس، ونص معلقه كبيره صلصه طماطم، ومعلقه كبيره بابريكا، وملح وفلفل، ونص معلقه صغيره كمون، وربع كوبايه زيت. بقول لك ايه؟ ايه؟ بتطلع دخان برضو. لا ما عشان هي بتغلي جامد بس والغطا مش محكم. طب اقول لك بقى حاجه، لو الغطا بتاع الحله بتاعتنا مش محكم. المونيوم فويل. لا هنجيب فوطه. هاتيها هاتيها. بصوا بقى دي برضو تريك حلو. لسه غاسلينهم. نظيفه وحلوه؟ طبعا. حطيها عليها كلها. كده اهو. سيبها تيجي على العين تتحرق. كده اهو. ايوه كتمناها كتمه الايه؟ اهو عشان ما تجيش على النار. ممكن نروح عاملينها كده لحسن تولع تعمل حريقه في البيت. اهو بصوا اهي. لو عندك توكه ولا حاجه ممكن توكه. توكه قلت لك لو عندك توكه ضايعه اهو. ماشي. وبرده بتطلع دخان. نعمل فيك ايه اصلا؟ ماشي ان شاء الله بقى مش مشكله. ماشي. شكلها جميل رائع. لازم يكون لابسه غطره. يلا هنعمل ايه بقى في الرز؟ لابسه غطره. تودينا في داهيه. سلك المايك وقع. تعمل ايه بقى؟ الكفته. ده ايه ده؟ هتقعد بقى تضحك كده لبكره. البطاطس المهروسه. حطي بطاطس مهروسه يلا عشان تخلصي. سلقناها وهرسناها. ايوه سلقناها وهرسناها. هنحط عليها شبالها من هنا قلت البرغل. هنحط البرغل على البطاطس. يا جماعه الصنف ده مش بيستوي، هو صنف مش سخن يعني. صنف ني في ني، وكمان بيتاكل يعني في درجه حراره الغرفه.
هنحط عليه معلقه، نص معلقه كبيره صلصه، شويه صغيرين خالص، مش كتير صلصه بس، ايه شويه صغيرين خالص. والبصلايه المفرومه دي، بصلايه مفرومه عادي نحطها هنا. الصنف الغريب ده حلو قوي. والكمون والبابريكا، ممكن تدينا شويه ملح وفلفل بعد اذنك يا استاذ شريف. وهنحط عليهم البقدونس، بقدونس مفروم. وهنحط ايه، ملح وفلفل. شكرا. وانا بايدي بقى حاجه من الحاجات دي مع بعضيها. تحب تختار لنا طبق تقديم؟ وطبعا ايه؟ كنت بعمل في بيتي صيانه. شيء صعب جدا. ليه؟ طبعا انت عارفه انا بحب كل ما هو مصري. طبعا. فانا عامل شبابيك اوضتي ايه؟ مشربيات ارابيسك. قدام. عشان بقى يتنضفوا يا ولاد، ما بيتنضفوش. فلازم اجيب الراجل الاسترجي بالكمبريسر. اوف. ويروح طالع جوه الاوضه وعامل البتاع من جوه بالكمبريسر، وبعدين يروح عاملها من بره بالكمبريسر، وتقعدي بقى تلمي وتيجي حاجه صعبه. ما زمان كانوا بيعملوا ايه؟ اكيد كان عندهم حاجات بيعملوها. انا مش عارف كانوا بيعملوا بجد، كانوا بينضفوا. خلي بالك انا عندي اوضه من التراب، مش اشوف حاجه مطربه. لا وانت ساكن في حته كمان فيها تراب كتير. مش تراب، لا على فكره احنا البيت عفره عندنا. يعني لا في الجو يعني المنطقه الصحراويه دي. بس اللي اخترع برضو موضوع المشربيات ده فنان، وتبقى يعني انت فاهم، انا عامل شباك كده الومنيوم ومتغطي من بره بالمشربيه. ايه ده انت كده بوص ال لا طب انا اعمل ايه؟ ما المشربيه كده ومني للطل؟ ولازم يبقى في شباك. ايوه ما هم عملوا كده ليه؟ لا ما ينفعش دلوقتي لو تراب ده هيخش عليا. لا انا عامل شباك، بس هو مش باين يعني عشان ما دخلتش جوه، فهو مش باين من بره. اوكي. في شباك فاهمه؟ ايوه. المشربيه قافله وفيها شباكها، بس ما اقدرش ابقى انا كده مني للطل، لا. اوكي. زمان كانوا بيعملوا ستاره. ايوه. او كانوا بيعملوا شيش وازاز. لا وقت ما اخترعوا الخرط الخشبي للمشروبات ما كانش فيه شيش. كانوا بيعملوا ستاره. ماشي كده، خلطنا المقادير الكفته ببعضها. مهم بقى ان احنا ايه، نسيبها شويه كده علشان ايه، طبعا البرغل انت عارف ما هوش منقوع ولا حاجه، فالبرغل هيمتص السوائل بقى اللي نازله من البصل وينفش. وينفش كده ويستوي ويبقى طري. هما طبعا بيعملوها ايه، يعني بيشكلوها كده، هو بيجيبوا حته وبعدين يعملوا هما مين كده اهو، ارمينيا. كده اهو. اوكي هتبقى زي دي. ايوه بالظبط. احكي لنا بقى عملتي ايه النهارده. طب نعمل اخر خطوه في الرز ممكن؟ لسه؟ اخر خطوه بس. هنفترض ان هو استوى، ممكن نفترض ده استوى. شفت بقى ايه ده؟ بصوا هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بشر قشر الليمون ونحطه هنا، ونروح حاطين الشبت. ليه حطينا دول في الاخر مش في الاول؟ ثانية واحدة عشان هنا في رز. مش هقول لك انا دلوقتي. الليمون والشبت دول فيهم زيوت عطريه، هي دي اللي بتديهم الريحه والطعم بتاعهم. لو كنا حطيناهم في الاول كان الريحه الحلوه دي طارت. كده استوى صح خلاص؟ كانت الريحه الحلوه دي طارت، انما احنا لما بنأجله للاخر بيفضلوا محتفظين ريحته تهبل. والشبت كمان لونه بيفضل اخضر كده وجميل، ما بيصفرش ما بيبهتش بس، وبيبقى جميل قوي الرز ده مع السمك. وريني كده، عايز شم تاني؟ واو حلوه حلاوه. فيري نايس. بس خلصنا. عملنا النهارده سمك بولتي مقلي مقرمش، وعملنا رز بالشبت والليمون، وعملنا كفته ارميني بالبرغل والبطاطس. طب قبل ما نعيش ممكن اقول حاجه؟ بليز. ممكن اقول هابي بيرث داي للزعيم استاذنا الكبير استاذ عادل امام؟ يلا بينا. هابي بيرث داي يا زعيم يا استاذنا الكبير، عشان انا قابلته مره في حياتي. مره واحده؟ اقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ كنت الكلام ده مثلا من 12 13 15 سنه، يعني 2008 2009 كده تقريبا. كنت في البوانتين بعد الشارع، فانا واقف فلقيت عربيه سوداء كده كبيره مفهيمه بصراحه، والشباك راح مفتوح. لقيت مين؟ استاذ عادل امام. فضلت اعمل كده. وبعدين قال لي ايه؟ يا شريف حضرتك عارف اسمي؟ والله العظيم من عمري في حياتي ما هنسى الجمله اللي قالها لي، كان اول مره كمان اسمع الجمله دي على بعضها. قال لي طبعا، قال لي طبعا يا واد، ارجوك اعتبرني على راس معجبينك. انا كان هيغمى عليا هو
عادل امام بيقول لي انا كده، قلت له مش عارف اتصرف، مش عارف اقول ايه، شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، واتفضل. فبنبعت له الف سلام تحيه، كل سنه وانت طيب، وياما امتعتنا، ويعني افلامك في وجداننا زي ما بنقول، القديمه من اول لصوص لكن ظرفاء، وبعد كده عصابه حماده وتوت والهلفوت، وخلي بالك من جيرانك، وبعد كده بقى دخلنا على المنسي والارهاب والكباب. عادل امام كل سنه وانت طيب. طيب نسمع بقى اغنيه ايه؟ هنسمع ايه يا استاذ؟ هوا يا هوا. هوا يا هوا، وبعد كده نروح لاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب، وبشكر الطاهيه النهارده طبختنا الجميله منى صباحي. يلا مزيكا. تعدي على روحي وحبي، خد له يا هوا وياك رسالة ورد يمكن يراويك يا حبي. هوا يا هوا يا نسمة صفايحة، تعدي على روحي وحبي، خد له يا هوا وياك رسالة ورد يمكن يراويك يا حبي. وحشان عيني وخايفة عليه، وحشان عيني وخايفة عليه، خد له يا هوا منديل حوت الشمس وحر الشمس عن حبيب اللي مسافر ده حبيبي. وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 يا اللي رايح لحبيب، خدني يا وابور يا وابور اطمن ساعة ما يوصل حبيب. وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 يا اللي رايح لحبيب، خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما وصل حبيب. وصل لي ايديه واطمن عليه، وصلني إليه واطمن عليه، حاسب خدني معاك إن كنت مروح بكرة توصل بدري ديار حبيب اللي مسافر ده.